استفادت بلديه الطيفور من اعاده تاهيل حي خمسة جويليا حي من احياء القديمه بالبلديه كان بحاجه الى اعاده تاهيل تكفلنا عن طريق مخطط البلديه التنميه البلديه باعاده تاهيل الشطر الاول اعاده تاهيل من تزفيت الطرقات واعاده تاهيل الارصفه بالنسبة لقطاع الصحة على مستوى البلدية بلدية فيها حوالي عشر نسمة تحتاج إلى قاعة متعددة الخدمات إحنا البلدية لحد الآن تحتوي على قاعة علاج في إطار تدخلات مع السيد الوالي استفادت البلدية من شطرين في لتوسعة قاعة العلاج حتى تصبح قاعة متعددة الخدمات المشروع إن شاء الله في على, على وشك الاستلام إن شاء الله أسبوع إن شاء الله نستلم المشروع كذلك استفادت بلدية طيفور من ربط قرية الحسيان بشبكة غاز المدينة الذي يعتبر حلم للساكنة عدة سنوات نحن نطالب بهذا المشروع ونسبة الإنجاز حوالي 80% أو 75% ان شاء الله بحلول الشتاء 2025 ان شاء الله تكون تكون المدينه ان شاء الله تستفاد من هذا في اطار العمليات المبرمجة ان شاء الله اللي للانجاز على مستوى البلديه استفادت البلديه من عمليه ثلاث عمليات من قطاع الموارد المائيه اللي هي اعاده تاهيل شبكه التطهير الصحي على مستوى الاحياء الغربيه 11 ديسمبر حي حسن سليمان حي 8 ماي ان شاء الله العمليه راه في اللوتوشات الاخيره ان شاء الله بدايه الانجاز ان شاء الله تكون مع شهر نوفمبر ان شاء الله كذلك استفادت البلديه من ربط مجمعات الريفيه بشبكه التطهير وشبكه المياه الصالحه للشرب نحن الان متواجدون في حي خمسة جويليا اللي كان بكري يعاني من نقص كبير وكان قرصه تراب لو يقول له اليوم الحمد لله استفادت البلديه من هذا الانجاز اللي رانا كما نشوفوا الطابي والحمد لله الطابي تهي امريكا والحمد لله واليوم الحمد لله تخدم لنا الطابي تخدم لنا التيتوارات وعلى كل حال لا شيء هذا هنا فضل من الله تعالى